Hello and welcome to Feel Glam Season 2. Then again, جبنا one of our lady followers and عمل لها makeover مع Samoa. اسمي إنجريد سعادة، عمري 21 سنة. عم بعمل agriculture engineering بالجامعة اللبنانية. وقتا شفت الكومبيتيشن كتير تحمست وكتير حبيت إنه شارك فيها. My idol بالميكوب لوكس هي شي ميتشل. الميكوب يلي بتحطه كتير ناتشورال وبذات الوقت كتير هيك فيها شي سبيشل، يعني بحس انه بيلبق لي اذا بعمل هيك ستيل. كتير ناعم الميكوب يلي هي عملته وهيك كتير ناتشورال لوك، بس بذات الوقت هيك عطيها يعني لوك حلو. انا على الجامعه ما كتير بحب احط ميكوب، يوجوالي بس وقت يكون عندنا سهرات او ظهره او ديتس بحط من عشيه ميكوب. أنا ما بعرف كتير شو يلي بيلبق لي وكيف لازم حط الميك اب على القد، من هيك حبيت أتعلم to apply them at home. You wanna know more about the makeup artist? Let's go meet her. إنجريد، متحمسة للميك اب لوك اليوم؟ كتير صراحة، كتير عبالي أشوف كيف رح يطلع بالآخر. أنا هدى صباغ، ميك اب ارتست. صار لي 5 سنين بعمل ميك اب، ما كنت أصلاً مفكرة إني أكون ميك اب ارتست أو أشتغل فيها، وبالصدفة بلشت وحبيت كتير وكملت. بشوف الشخص هو بيعطيني الانسبريشن من ستيله، كاركتيره، لون عيونه، لون شعره، لون بشرته، اوقات الثياب اللي لبستها. اول ما اطلع بالشخص بتطلع بعيونه، لانه كثير بامن بلغه العيون. انا كثير متحمسه اتعرف على الصبيه اللي حاعمل لها ميك اب لوك، وكمان اعلمها وخبرها شو بيلبق لوجهها واعطيها تيبس اند تريكس. بحل الحلقه رح نتعلم كيف نقدر نحط ميك اب بطريقه خفيفه وبنفس الوقت مبين جلام. أكتر شي بحب بسموها الليبستكس والماسكارا والهايلايتر. من بعد ما خلصنا كل شيء، خلصت الميك اب والضفير، Are you ready لتشوفي حالك هلا؟ I'm ready. 3 2. واو، it's amazing. كثير حلو الهايلايتر، الكونتورينج، حتى شفافي، يعني مثل ما طلبت مني، عن جد واو. Merci Feel 22, thank you Samoa. And it's a wrap, I guess.